السلام عليكم أحبتي الكرام. كلمة اليوم according. according ركز معي according. هيا لنبدأ. get ready. get ready استعد. write all the phrases اكتب جميع العبارات والكلمات الجديدة. so you need a notebook حضر الدفتر. a pencil قلم. just 2 minutes فقط دقيقتين. say after me 5 times loudly حتى نضمن أكبر كمية من الحفظ. كرر الجملة خلفي باللفظ الصحيح 5 مرات. اشترك واضغط اعجاب حتى تصلك جميع الدروس. according لديها الكثير من المعاني. تبعا، وافق، وفق، ولائم، بين. سنكتشف اسرار هذه الكلمة الان. ركز واكتب العبارات وكرر بصوت مرتفع واشترك بالقناة واضغط على زر اعجاب. هيا لنستمر. المثال الاول. cook the rice according to the instructions. cook the rice. cook the rice. قل بعدي. cook the rice according حسب. اطبخ الرز حسب. to the instructions حسب التعليمات. حسب التعليمات. instructions. instructions التعليمات. المثال الثاني. we have the world's. we have the world's most expensive. لدينا اغلى وسائل نقل في العالم. public transport وسائل نقل. النقل العام. public transport. public transport. according a recent survey حسب الدراسات التي صدرت مؤخرا. we have the world's most expensive public transport according the recent survey. اما المرادفات. in the opinion of. in proportion to. allow. in relation to. اما اهم العبارات المستخدمه فيها. according. according to plan. according to plan حسب الخطه. according as وفقا كما. according to experts. according to experts حسب الخبراء. والآن تهت هذه العبارة. ركز على اللفظ الصحيح واكتب جميع العبارات ولا تنسى تكرار هذا الدرس عدة مرات حتى تتقنه بشكل صحيح وبشكل جيد. اضغط على اعجاب وشارك هذا الفيديو مع اصدقائك. شكرا لك على المتابعة واستمر معنا. الى اللقاء.